السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أمينة. ألو مرحبا للا. ألو طيب كويس لاباس بخير؟ الله يطول عمرك للا. لاباس الحمد لله بارك الله فيك. سي الأستاذ بغيت نسولك على واحد الموضوع. نعم. المهم أنا كنعمل في القضية ديال التداول في البورصة. نعم. يعني ما المهم سمعت بانه كاين شي اللي كيقول حلال كاين اللي كيقول حرام. نعم. ما عرفتش شنو هذا يعني التداول يعني شنو هي كاين اللي كيقول هذا اللي كنعمل انا نوع من انواع المضاربه يعني شنو كندخل مثلا في واحد الساعه في النهار يعني كنتكلمت تداول على مثلا الذهب او على البترول او على المواد الاوليه مثلا كالسكر كالدقيق كشي حاجه يعني ما كنعملش الاوراق الماليه. نعم. وكذا يعني حين كيكونوا مثلا الاسهم ضد واحد واحد الماده مثلا طايحين كنشريها. نعم. كنشريهم عاود كتبيعوا مثلا خلال واحد المده ولكن مده صغيره. نعم. مثلا هذا يقولوا لي مثلا هذا نوع من انواع المضاربه يعني يقدر يكون حرام. نعم لله واخا باذن الله عطيتي الراي ديالك واخا للامينه. نعم. بارك الله فيك شكرا لك للا أمينة. هذا سؤال وجيه يندرج فيما يسمى بالفقه المالي. والفقه المالي الأصل فيه هو الإباحة، لأن ربنا عز وجل قال في كتابه العزيز هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لما نقرأ شريعة الإسلام ونريد أن نتعرف عن حقيقة الحرام والحلال، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فما هو حلال بين، ما هو حرام بين، عدد الحرام في الدين على رؤوس الأصابع. في المجال المالي الأصل في أي معاملة أنها حلال ما دامت أنها فيها المنتوج الذي نبيع فيه ونشتري حلال، كأن يكون ملابس أو مواد غذائية أو مواد بناء أو هواتف نقالة أو تكنولوجيا حديثة، أن يكون المادة هي حلال. لكن إذا كانت المادة حرام كأن تكون خمور أو قمار أو أفلام فيها شيء فيها من الإساءة للأخلاق وللدين وللقيم، هذا كله حرام لأن المنتوج هو أصلا حرام. فأول نقطة أن يكون المنتوج حلال. فهذه البورصات التي تتعامل بالمضاربة، إذا كان المادة التي يضاربون فيها حلال كأن تكون ذهبا أو بترول أو شيء من هذا القبيل، فالمادة حلال أصلا. ثم تقوم على أساس التجارة بأن فيها نوع من الخفة، تجارة هي سريعة شيئا ما، ولكن لا يكون فيها التحايل. المشكل الذي جعل بعض العلماء يطرحون علامة استفهام على نظام البورصات هو أن هناك لوبيات يقومون بالتحايل، فممكن أن يرخصوا السعر حتى يأتي المشترون ثم في لحظة يرفعونه. هذا التحايل هو الذي جعل بعض العلماء في الشريعة يتخوفون من نظام البورصة. لماذا؟ لأنه لا يحكمه التجارة الحلال الواضحة البينة، لكن هناك لوبيات عندهم قدرة على التحكم والصعود والنزول. وإلا فإنها تجارة حلال ليس فيها، المفروض أن لا يكون فيها ضرر على الطرفين، وأن يكون فيها التراضي، وأن يكون المادة التي نتاجر فيها حلال. فالأصل في مجال البورصة على ما ذكره العلماء سواء في المغرب أو في المشرق، الأصل فيها أنها حلال إلا أن يتبين حرمتها. الحرمة من أين تدخل؟ كما ذكرنا أن يكون المادة التي نتاجر فيها حرام، أسلحة، أفلام إباحية، مواد سامة، هذا كله يصير حرام. ثم إذا تبين فعلا أن هناك لوبية تتحكم وتتلاعب، لأن هناك بعض الناس ضيعوا أموالهم في البورصة
ومنهم من وقع له شلل أو سكتة قلبية لما اصطدم مع أناس يتلاعبون في الأموال. ولكن بالمقابل هناك جهات أخرى كان عملها سليم وكان عملها فيه مصلحة لكل الأطراف، والناس عاشوا في أمن وأمان في البورصة في عدة قطاعات. فالقضية هي ليس مرتبطة بالحلال والحرام، وإنما مرتبطة بالمصالح والمفاسد والنيات. إذا كانت هنا يتدخل القانون، القانون يتدخل لحماية المستهلكين وحماية المتداولين لأموالهم في البورصة، والنظام البنكي عنده تدخل قوي ورقابة، ولكن يحتاج إلى المزيد من الرقابة الشرعية هي الغائبة. هناك الرقابة القانونية حاضرة والرقابة المالية حاضرة والضريبية حاضرة، وشبه غياب للرقابة الشرعية إلا من بعيد. على كل حال، الرأي الوسطي في مجال تداول الأموال بالبورصة أنه الأصل فيه أنه حلال حتى يتبين حرمته، وهكذا هي أحكام الشريعة كلها. ربنا عز وجل جعل الأصل في الأشياء الإباحة لقوله جل جلاله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.